الاسبوع ده اعلام الدرابوكا سخن الطبله ومسك الصاجات وزف لينا خبر تراجع الدين الخارجي لاعلى رقم في تاريخه، او لاقل رقم في تاريخه ما علينا يعني. ومش بس كده، ده الاعلام النهارده بيضحي وزف لينا خبر ارتفاع الاحتياطي النقدي لاعلى مستوى. ورغم ان رجل الشارع البسيط اللي ما يعرفش حاجه في الاقتصاد عارف كويس ان الارتفاع ده سببه بيع الاصول ورأس الحكمه والفلوس السخنه الملهلبه، وانه مش مبني على تعافي حقيقي للاقتصاد، الا ان الاعلام ولجان السيسويه اصروا واكدوا لجموع الشعب ان الامر جلل ويستحق الاحتفال والرقص 10 بلدي لا محاله. فما تبقاش مواطن كئيب عدو للفرحه واحلم معانا بالخير اللي جاي، ولو مش هتحلم معايا مضطر احلم لوحدي. بعض المواطنين الطيبين واللي على نياتهم قالوا كل شيء جايز ويمكن بكره تروق وتحلم، ولسه هيناموا ويحلموا لقوا الحكومه بتصحيهم عشان ميعاد صبت البنزين جه. مصطفى مدبولي، اللاجئين ضيوف مصر، وده قدرنا. بس عشان مش عايزين نقعد نثير هذا الموضوع، لان في الاخر دول ضيوف مصر، ودول احنا طول عمر مصر، هي يعني ده طول عمر مصر وده قدرنا، واحنا مش بنقول كلام انشاء. خلينا بس نتكلم على الموضوع بمنتهى الامانه. جزء من قوه مصر ومكانه مصر ان هي طول عمرها هي المقصد والملجا لناس كتيره جدا، واعتقد احنا كلنا كمصريين كنا اركن لي شماعه اللاجئين على جنب اليومين دول، لعبنا بيها كتير، والاتحاد الاوروبي كده هيقفش علينا ومش هنعرف نطول منه الابيض والاسود، واحنا اصلا شرقانين يعني، والرزق يحب الخفيه. فنغير النغمه بقى وننزل باسطوانه المحن بتاعت مصر المضيافه، وقدرنا نكون الام الرؤوم اللي بتحنوا على شعوب العالم اللقيطه اللي مش لاقي حد يحنوا عليها، فاحنا بقى بنضمهم تحت جناحنا ونطلع تربنتينهم رسوم اقامات ضرايب واللازم منه، وناخد على حسهم مساعدات وقروض ونبيع ونقبض دلوقتي زي ما حصل في صفقة راس الحكمة كده. اللاجئين اللي هم مش لاجئين ولا حاجة، هم كارت من كروت السيسي ولسه بيكسب وما اتحرقش زي غيره، عشان كده شغال لعب بيه على الشعب شوية والاتحاد شوية. السيسي يشيد بتحمل المواطنين إجراءات تخفيف الأحمال، كما وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيدا بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مقدر لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، وموجها في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة. عيب رئيس تقولش كده، احنا أهل بعد الشر علينا يعني. وإذا ما كانش المواطن يستحمل رئيسه في وقت الشدة، يبقى لا مؤاخذة يعني أقول على الدنيا السلام. طبعا يا مواطن انت كبير دلوقتي وعارف ان مدام الرئيس بيشيد يبقى في خازوق جاي في السكه، ومدام الدوله هتوقف خطه تخفيف الاحمال شهرين بحالهم يبقى الخازوق كهربائي ان شاء الله، والدوله هترفع اسعار الكهرباء في اقرب فرصه. هي بس ما حبتش ترفعها يعني، والنور بيقطع يوميا، مش يعني خوف مننا لا سمح الله، لا هي بس مش عاوزه نوش ملوش لازم، وعشان لما ترفع الاسعار واي حد يفتح بقه بقى تقول له انت مش كنت زعلان من التخفيف، نرفع الاسعار ولا سنغافوره، رغم ان سنغافوره جايه بعد شهرين اصلا. سمير فرج، السيسي تحدى امريكا من اجل تنويع مصادر السلاح. طلعنا الرفال فاشترينا الرفال، اتقلبت علينا امريكا، كل انا ما اعرفش اقول يعني من سر اللي حصل يعني، اتحطت علينا كل اللي تتخيله من هنقفل وهنمنع. رئيس السيسي قال هشتري يعني هشتري، واشترينا الرفال واشترينا المسترال من فرنسا واشترينا الفرقاطات من فرنسا واشترينا الفرقاطات من ايطاليا. السيسي مين؟ السيسي بتاعنا؟ ده قلع لهم ملط. يا اسطى انت بتضحك على مين بس؟ ما العالم كله عارف اللي فيها. صفقات الأسلحة دي كلها كانت رشاوي مش أكتر، رشاوي السيسي بيشتري بيها رضا الغرب، وبالمرة بيسلح الجيش عشان يحميه ويضمن استقرار مؤخرته العسكرية على كرسي المرياسة. وزي ما قال بعظمة لسانه، التخطيط معمول إن الجيش يفرد في البلد في 6 ساعات، إنما هو لا عاوز ينوع مصادر السلاح ولا بيتحدى أمريكا ولا كار الحرب ده كاره من أصله. والرفال والمسترال والفراخيط وكل الهجايز دي يعني مركونة على حطة إيد السيسي من يوم ما جت، إلا ما طلعت تخمس حتى عند سد النهضة، وكل اللي نبنى من وراها القروض المتلتلة اللي اتدفعت فيها وترمت على الأرض. خيري رمضان، مؤسسة زاهي حواس هتعمل حملة شعبية لاستعادة رأس نفرتيتي، وقال هو موجود في إيطاليا الآن إن احنا في سبتمبر المقبل هنبدأ بحملة شعبية كبيرة ستطالب بعودة رأس نفرتيتي اللي عمرها الآن 3400 سنة، تم اكتشافها سنة 1912 يوم 6 ديسمبر. هاتولنا رأس نفرتيتي يا جماعة. سايق عليكم النبي لا تسيبوا الرأس دي في حالها، هي كانت اشتكت لكم، ما الست قاعدة مبسوطة في ألمانيا وخدت على عيشة المرتاحة هناك، لازم يعني تمرمطوها في السن ده وتقلوا راحتها وترجعوها مصر؟ هتعمل ايه في مصر يعني؟ ولا هي مرضية والسلام؟ يعني ثم لو هتحافظوا عليها ماشي، انما السيسي داير يبيع في كل رؤوس البلد وحالف طلاق ثلاثة ما يخلي حالتنا ولا راس. يعني الاخت راس نفرتيتي لو رجعت مش هتعمر عندنا، ولا الامارات ولا السعودية شايلينها هيلة بيلة واخدينها عندهم، وبعد ما كانت قاعدة متستتة في المانيا الكفيل هيطلع ميتين اللي فرعنوها.
السيسي يتصل هاتفيا بترامب للاطمئنان على صحته. أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق نار في الأيام الأخيرة، تمنيا له السلامة ومجددا الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية. كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه ترامب الذي توجه بالشكر للرئيس على اللفتة الكريمة. لا صاحب واجب، بتفهم في الأصول يا مريس؟ خلاص الحب مقطع بعضه معاك يعني، كل ده عشان حتة خربوش في صرصور ودنه وما اطمنتش على صحته من أول يوم ليه؟ ولا عشان بايدن اتنحى خلاص والعطى شكله هيرس على أبو إيفانكا فقلت تخلي حبل الود موصول بقى؟ هو إيه نعم ترامب لسه مجرد مرشح والرؤية لسه ما ثبتتش، وموقفه بقى أصعب دلوقتي بعد ما بقى اللي قصاده كاميلا هاريس، لأن بقى هو اللي شكله عجوز ومكحكح، بس اللي ما تحتاجش وشه النهاردة بكرة تلحس قفاه. ما أنا عارف أغاوي لحس تامر أمين الرقص في حفلات التخرج بدعة سودة مش شبهنا. أنا بكلل مجهودي بإن أنا أقعد أرقص وأتمايل وأعمل ومش عارف إيه وبتاع، ما ينفعش، لازم اللحظة دي يبقى ليها احترامها وهيبتها وقدسيتها، خصوصا في الحرم الجامعي وقدام أساتذتي وأهلي موجودين، يعني لازم يبقى فيها وقار، افرح وانبسط وامسك الشهادة واتنطط وبتاع، لكن ما تشغليش مزيكا وتقعد تتريق معاها. لا أنا عايز أعرف يجيبوها من فين؟ يعني هما بيتفقوا. يعني ما ده بيتفقوا مع إدارة الكلية ولا إدارة. طب والرقص قدام اللجان الانتخابية حلال ولا إيه؟ ما هو ده رقص وده رقص، الاتنين هشك بشك يعني. ولا دوخة يجوز عشان خطر عيون الرئيس؟ ها الرقص قدام اللي جنب ما ينفعش نتكلم عنه ولا نقول انه مسخرة وبدعة ومش شبهنا، لا ده احنا هنمسك الطابلة والصاجات ونقول انه من سمات الشعب المصري، وازاي احنا شعب فرفوش هيكله العظمي معمول على سوسات اصلا وجاهز للهز الانتخابي عشان العالم كله يعرف ان عندنا عرص ديمقراطي. لما بقى الرقص بتاع حفلات التخرج ده فده ندخل بيه ترند واحنا حاطين رجل على رجل ونتكلم عن تغير سيكولوجية الشعب والقيم المجتمعية ونشوف كنا فين وبقينا فين ونبكي على الأطلال بتاعت الأخلاق والفضيلة. ولا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. الفنان ضياء عبد الخالق، كنت متخيل اني بعد الاختيار هعمل ادوار بطوله. بعد الاختيار باختيار انا ابو عبد الله كان ترند طول فتره عرض الشخصيه لحد ما الشخصيه انتهت بتاعي. ومش عارف الكلام اللي هقوله ده ينفع اقوله ولا ما ينفعش، بس انا بتكلم دلوقتي كاني بتكلم مع نفسي. انا كنت متخيل انه بعد الاختيار انا حاجه تقدمني خطوه في شغلي. ان انت عملت ان انا اقدر اعمل انجاز واعداد مساحات بقى اكبر واعمل بطولات لكن انت حاسس انك مظلوم؟ يعني انت بتعمل بتخلي للدور روح وشخصيه ومهما كان حجم دور انت بتبروزه وبينجح، ومع ذلك انت يعني مش حاسس ان انت واخد حقك ومتحقق زي ما انت تتمنى؟ بيني وبين نفسي بحس كده، بس يعني عارف اقول ايه. انا كل ما بعمل حاجة بحس ان انا طب اللي جاي هيبقى احسن. لا اللي جاي ده ما بيجيش، بيتأخر. هيجي. معلش يا فنان بقى، خيرها في غيرها. مش عاوزك تتأثر وتشيل في نفسك كده. الجايات اكتر من رايحات. يا اخي ده الدمعة كانت هتفر من عيني من كتر التأثر والله. يعني هو صحيح انا اول مره اسمع عنك بس صعبت عليا والله. شوف خليك انت على اهبه الاستعداد، والشؤون المعنويه هتبعت لك في القريب العاجل ان شاء الله. بس ان جيت للحق انت غلطان برضه، ما كانش لازم العشم ياخدك قوي كده وترفع سقف توقعاتك زياده عن اللزوم. مسلسل الاختيار محدش فاكره اصلا، ولا حد فاكر احداثه، ولا هو عمل ممكن يسيب بصمه وتبقى نجم النجوم على حسه، خصوصا انك كنت طالع في دور ارهابي، الدور اللي عملته 50 مره قبل كده، فهم حطوك في نفس القالب بتاعك سد خانه يعني. السيسي ثورة يوليو أنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر وسيادتها. بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة، اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها. إن شاء الله ألف ألف مبروك. هي من ناحية أنهت الاستعمار الطويل فهي أنهته الحمد لله، وجابت لنا استعمار قصير شبر ونص كده اسمه بلحة، ما تعرفه؟ قال لك استقلال مصر وسيادتها. هو فين؟ ده انت نازل بيع فيها جملة وقطاعي وخليتها مستعمرة لكل من هب ودب. وحوش يا اخويا السيادة، اجيب لك محور فيلادلفيا ومعبر رفح اللي اسرائيل احتلته من جوه؟ روح رئيس من وشنا السعادي، روح كمل البيات الصيف اللي انت عامله ومخلي وشك بقى شبه رغيف الحواوشي المحروق. ابراهيم عيسى لم اتراجع عن تصريحاتي عن الاسرائي والمعراج. قرأ عنك ما تراجعت. تصريحات ايه يا ابو تصريحات؟ هو انت حد فاكرك اساسا؟ انت مسمي شويه الكلام الاهبل اللي بتقوله ده تصريحات، ومتخيل الناس بيحاربوك عشان يغيروا قناعاتك بينما انت ثابت كالصخر وواقف في وش الريح لوحدك بتحارب اعداء فكرك المتنور اللي مش موجود الا في اوهامك ده؟ يا حبيبي انت مش في دماغ حد والله، انت بتبقى عاوز تركب الترند واللي بيرد عليك هو كمان عاوز يركبه، وكل واحد فيكم بياخد له لفه بقى وتسحلوا الناس معاكم، وبعد كده كله بيروح على بيته لحد ما تلاقي ترند جديد تركبه او يركبك.
محمد صبحي 60 مليون هندي جالهم عقم بسبب لقاحات الكورونا. ويظهر الكورونا وتطلع الكورونا. دلوقتي اعلنوا عن فيروس جاي من جنوب افريقيا. اه متكلمين عنه الاسبوع اللي فات. عنه كم مصنع اتبنى؟ 8 مصانع في العالم عشان امصال. ايه الامصال دي؟ قوم اعمل لك فيها ايه؟ زي ما حصل عملوا في الامصال بتاعه كورونا وتصدرت لبلاد 60 مليون هندي عقم. ليه؟ عايزين يخففوا المثليه، ده مشروعهم يا اخي. خليهم 70، احنا خسرانين حاجه؟ انا بس نفسي افهم انت جبت الاحصائيات دي منين؟ ما بلاش المواقع بتاع بير السلم اللي انت بتابعها ده فنان، عيب. انت راجل كبارة يعني عامل فيها الزعيم المثقفي. يعني لا وزارة الصحة الهندية ولا منظمة الصحة اعلنت عن حاجة زي كده، ومن غير ما تعلن والله. اي حد عنده بربع جنيه مخ عارف ان لقاح الكورونا او اي لقاح ملوش تأثير على الخصوبة. هو ما تقولش الكلام ده للرئيس احسن، ده ما هيصدق وهيبعت يشتري لقاحات ويرميها في النيل والشعب يشرب بقى. اصل منتهى امله يقطع خلف المصريين. خالد ذا سولجر يهنئ السيسي بمناسبه ثوره يوليو. اخوات الايمان والاسلام، استهل تلك الحلقه بخالص التهنئه لسيد رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعبنا المصري العظيم بثوره 23 يوليو 1952، الثوره التي وضعت مصر على خارطه الدول المتحضره التي تحكم نفسها بنفسها والتي تكون قراراتها من كوهين ينعى ولده ويعر الساعات. والله لو عملت له نومه العازب وعجين الفلاح برضه مش هينولك حاجه من اللي في بالك. عارف ليه؟ مش يعني تشكيك في قدراتك التعريصيه لا سمح الله، انت معرس قراري مفيش فيها كلام دي، بس انت بقيت كارت محروق يا حبيبي. هو خلاص مش عاوز حد من الحرس القديم، كله لازم يبقى طالع من تحت ايده ومتربي في الزريبه بتاعته. فاقعد انت بقى في كل مناسبه دينيه وطنيه مهلبيه ارقص له على واحده ونص، وهو ولا هو هنا. يلا اديك بتسلينا. وزير التنميه المحليه توجيهات من الرئيس بتسهيل حياة المواطنين. أكدت دكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن هنالك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمحافظين بتسهيل حياة المواطنين والعمل على تخفيف العبء عن كاهلهم. جاء ذلك خلال لقائها أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. كفاية تسهيل يا رئيس، الشعب بيتشائم من الكلمة دي. إذ فيما يبدو كده يعني إن كلمة تسهيل حياة المواطنين دي سيم بين السيسي والوزراء بتوعه، أول ما يقولها الصب في المصلحة بيبدأ على طول. فيدوب مفيش يوم من التوجيهات دي إلا ولقينا الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولر. السولر اللي رفع سعره معناه رفع سعر المواصلات والعيش والخضار والفاكهة وأي حاجة بتتنقل، ولسه يرفع أسعار الكهرباء. كل ده يقول لك تسهيل. مصطفى مدبولي، حجم دعم الطاقة الذي تتحمله مصر هائل. ده كله السنة ونص دي خسائر على الدولة. ما هو أنا يعني الرقم معروف، الفجوة قد إيه؟ ما هو إما القرار كنت تتاخد نظريا أروح مزوده مرة واحدة ويحصل تداعات رهيبة في زيادة أسعار السلع والأشق على المواطن، أو أتحمل أنا كدولة لمدة سنة ونص اللي إحنا أعلنا عنها كل الفترة دي هتحملها أنا كخسائر على الدولة المصرية. هو ده بيبقى القرارات اللي بنبقى مضطرين إن إحنا ناخدها، لأن عنا في الآخر أنا عارف المواطن. لا ألف سلام عليه. يعني وإحنا هنعمل نفسنا مصدقين إن في دعم للطاقة، لان اللي بيحصل عندنا ده ما يقربش للدعم باي حاجه يعني. بس ماشي، هناخد كلامك على محمل الجد. فايه المشكله يعني ان الدوله تدعم الطاقه؟ امال هي الدوله دورها ايه يعني؟ تلم ضرائب وتحطها في عبها وبس؟ مفيش اي حاجه كده على قد ما اسهم للشعب الغلبان اللي بيتعلم وبيتعالج على حسابه اصلا. طب ايه لازمتها المنظومه دي؟ ما تسيبونا مننا لنفسنا يا اخي، احنا نعرف نصرف امورنا كويس. صدق بالله ما تقولي مالكش عليا حلفان، والله ما في حد محمل على مصر دي غيركم. انتوا اللي نهبينها وسارقينها وطافحين من وراها الشهد، ويا ريتكم بعد كده ساكتين. لا ده انتوا بتذلونا بالولا حاجه اللي بتعملوها. ابراهيم عيسى، بمقاييس واحد زيك، واحد بيحسب المكسب والخساره بمين قتل اكتر ومين هدم بيوت اكتر ومين كان مجرم ودموي اكتر. بس هي ما بتحسبش كده يا حبيبي، خصوصا انها مش حرب عادله اصلا. بالعكس دي حرب ما فيش فيها ريحه التكافؤ، لا من حيث التسليح ولا عوامل القوه ولا الدعم المادي والمعنوي. امال بتتحسب ازاي بقى؟ بان حماس لسه قادره تقاوم، ولسه اسرائيل عاوزه تتفاوض معاها، ولسه فارضه وجودها وما تركنتش عرف، وانها قدرت تصحي القضيه وتدب فيها الروح بعد ما كانت ماتت. كل ده وسط خذلان عربي واسلامي مخزي. فانت بقى مش مكفيك تواطؤ حكام العرب وقاعد تنظر على الضحيه اللي كل اللي عملته انها قالت للجلاد لا. مصطفى مدبولي، تراكم مستحقات شركات الغاز لاننا ما زودناش اسعار المواد البتروليه لمده سنتين. وفكر حضراتكم وفكر المصريين كلهم، طب هو الرقم ده تراكم ليه؟ لان انا النهارده معلش النهارده احنا اخذنا اجراءات على مدار سنتين ان احنا اخذنا قرار مش هزود اسعار على حد، فبالتالي الموضوع ده تؤدى الى جزء من المشكله طبعا. هو شركات الغاز عاوزه مننا فلوس؟ غريبه، مع ان الساده الاعلاميين الشرفاء امثال احمد موسى ونشأة الديهي اكدوا لنا ان دي اشاعات اخوانيه مغرضه، وان الكلام ده بلبوص تماما من الصح، وان محدش له عندنا ربع جنيه مخروم. ده شويه كانوا هيقولوا ان احنا اللي مدينينهم اساسا. يلا حصل خير. بس معلش بقى يا سياده الوزير، يعني بما انك طلعت راجل دغري وصريح كده خلينا نتقل عليك شويه. ممكن بس تقول لنا يعني اسعار ايه اللي ما زودتهاش لمده سنتين يا ضلالي؟
ده انت في السنتين دول زودت البنزين والسولر 6 مرات يا مفتري. يعني انا مش عارف انت بتراهن على ايه، ان الناس ناسيين مثلا، ولا تكونش دي خطه ممنهجه عشان تجيبوا للشعب هلوسه جماعيه. وزير الصحه في 2014 ميزانيه الصحه كانت 33 مليار ووصلت دلوقتي 315. متخيل الفرق؟ ميات واجور وفيها قطاع استثماري ابني بيه مستشفيات واشتري بيه مستلزمات واشتري بيه ادويه كله اول عن اخر. احنا موازنه العام ده يعني منذ وجود سياده الرئيس في 2014 النهارده وصلنا من 32 مليار جنيه 33 مليار جنيه الى 315 مليار جنيه. انت متخيل حجم الدعم وحجم الفرق الكبير جدا من 33 مليار انا متخيل عادي، ما تخيلش ليه وانا صغير. بس هو بعيدا عن ان سيادتك بتهبد، وان موازنه الصحه 200 مليار جنيه بس ما فيش غيرهم، وانهم اقل من اللي منصوص عليه في الدستور يا سيادنا كمان، وده اللي اقر بيه الدكتور بلح بذات نفسه. بعيدا بقى عن كل ده، الفرق مش كبير جدا ولا حاجه. ده مش بس ما فيش فرق اصلا، ده انت بقى بتصرف على الصحه اقل من اللي كنت بتصرفه في 2014، لان وقتها الدولار كان ب7 جنيه مش ب50. وبحسبه بسيطه كده يعرفها اي عيل في رابعه ابتدائي هنلاقي ان موازنه الصحه قلت ما زادتش. ومحدش يقول لي واحنا بنتعامل بالدولار، ما هو الدوله كل ما تزود علينا حاجه تقول لنا بصوا الاسعار العالميه، فزي ما بتحسبوها لنا بالدولار هنحسبها لكم بالدولار، محدش احسن من حد. نائب رئيس الوزراء يعلن التعاون مع المتحده في ملف بناء الانسان بتكليف من السيسي. نائب رئيس الوزراء يعلن بدء التعاون مع الشركه المتحده في تكليف رئيس السيسي للحكومه بملف بناء الانسان واعلان استراتيجيه التنميه البشريه منتصف اغسطس. ابشر يا مواطن، في خطه ممنهجه بتتعمل لك مخصوص على رواق، والسيسي هيبنيك واللي فيه هيجيبه فيك. وما تسألنيش هيبنيك ازاي، دي نورانيات بقى، معجزات نبوية بينفرد بيها سيادة الرئيس على سائر البشر. فعلا الرئيس ملف بناء الإنسان ده مهم جدا. هو أنا مش عارف ايه علاقة الشركة المتحدة بالموضوع، لكن واحنا من امتى بنفهم لك حاجة؟ يلا على بركة الله. بس نتعشم ان الحكاية دي ما يكونش فيها رفع أسعار ولا حاجة، ما أنا عارفة ما تصدق تلاقي سبوبة وتهلب من وراها. مصطفى بكري، نتعرض لمؤامرات تريد خراب بلدنا. وجها لوجه، المؤامرة لم تنتهي، لم تنتهي في زمن عبد الناصر ولم تنتهي حتى اليوم، ما زالت مستمرة. هذا الوطن مستهدف، مستهدف في أمنه وفي استقراره. الحصار لا يتوقف، سواء كان حصارا اقتصاديا أو حصارا سياسيا. بس حبيبي بس بابا، مؤامرة ايه وزفت ايه على دماغك؟ هيعملوا فينا ايه أكتر من اللي السيسي عمله وبيعمله؟ وهيتآمروا علينا ليه أصلا؟ وليه ضيعوا وقتهم ويحيكوا مؤامرات؟ ويا صابت يا خابت، ما هم عارفين دية السيسي كويس، هم بس يحلوا كيسهم ويعكموا وهو هيديهم اللي هم عاوزين. انا بكري يعني حقيقي مستغرب من اصرارك على تبني نظريه المؤامره، انت يا اخي ما بتزهقش؟ طبعا اخوانا مش محتاج اقول لكم ان بكري عارف كويس ان مفيش مؤامره ولا يحزنون، وان دي شويه هجايص بيعبي بيها الهوى وبيشتغل بيها الناس اللي عندها هوس بموضوع المؤامرات ده، وبالمره يرضي اسياده اللي خربوا البلد وجابوها الارض ويرمي فشلهم على اللهو الخفي اللي بيتامر علينا. أحمد موسى رئيس الوزراء أكد أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون متدرجة. غير مسبوق بالنسبة لنا، هذا رقم غير مسبوق، وبالتالي كل اللي احنا رئيس الوزراء بيتكلم عليه قال لك طبعا في دعم كبير الدولة بتتحمله، وقال أنه هنتدرج في زيادة أسعار الكهرباء، مش هتكون الزيادة بصورة مرة واحدة، لا هيكون في تدرج في هذا الملف، يعني هنا العنوان أنه في زيادة جاية في ده حنان مفرط والله، احنا مش قد الدلع ده حكومة، خلي بالك بقى أحسن الشعب ياخد على الرفاهية دي، خلاص يا مواطن الكهرباء هتترفع واحدة واحدة. يعني مش هتحس بيها خالص، زي شكة الدبوس كده، فيها ايه لما تدفع 50-60 جنيه زيادة كل شهر وبعد سنة تلاقيك بتدفع ضعف اللي كنت بتدفعه مع ان مرتبك زي ما هو؟ اظن ما فيهاش حاجة، ومش هتأثر على ميزانيتك الخربانة خالص، ولا هتخليك تعيد يعني ترتيب اولوياتك وتستغنى عن اساسيات مهمة زي الاكسجين مثلا عشان تدي الحكومة حقها وتدفع سعر الكهرباء الحقيقي يا مواطن يا جاحد يا عديم الاحساس بالمسؤولية. متحدث الوزراء، تكلفة دعم المواد البترولية ضخمة ودعم الخدمات والبترول وصل إلى 636 مليار جنيه. كما سبق وأعلن السيد رئيس مجلس الوزراء تكلفة الدعم المواد البترولية هي تكلفة كبيرة جدا، إجمالي ما تقدمه الدولة من دعم في كافة الخدمات سواء منتجات بترولية أو سلع مختلفة. نقوم نتخض إحنا بقى مش كده؟ ما تدعموا وأنتم بتدعموا من جيب أبوكم، ما هو من دقن وفتلوا. الدعم ده جزء من الضرائب والرسوم والبلاوي المتلتله اللي بتشفطوها مننا. ثم تعال هنا سياده المتحدث، ما تفنط لنا كده الدعم ده بدل ما تخبطنا برقم 600 مليار وشويه ده مره واحده. قول لنا مثلا بتدعم التعليم بكام؟ الصحه بكام؟ ما تبقاش حرامي غشيم زي ناظر الوقف بتاع فيلم الريحاني. على اي حال حضرتك يعني دعم المواد البتروليه الهائل والضخم قوي ده ما بيكملش 150 مليار على عهده موازنه الدوله، وده مش رقم ضخم ولا نيل. اعتبرهم يا سيدي كوبري ولا برج ايقوني ولا اي فنكوش من فنكيش الرئيس.
محمد صبحي اتعمل لي قضية في لاهاي بتهمة معاداة السامية. كرة حكم عصر يقول اتعمل لي قضية في لاهاي ضد السامية وده شرف بالنسبة لي. ولكن ان احنا نعمل جزء تاني من المسلسل هيبقى مشكلة لان هو بدأ احداثه من 1853. عاش وحش. قول. قول كمان ده انت لقطة. شوف يا فنان لاهاي فيها محكمتين. محكمة العدل الدولية ودي مختصة بالدول فملناش دعوة بيها. الا اذا كنت معتبر نفسك دولة يعني. المحكمة التانية بقى هي الجنائية الدولية ودي مختصة بمجرمين الحرب. فهل المسلسل العظيم بتاعك له علاقة بجرائم الحرب؟ وزيدك مش شعر بيت، مفيش في موقع الجنائية الدولية أي دعوة مرفوعة ضد جنابك، فمش واسعة قوي يعني حكاية لهاي ده فنان. طب خليها محكمة بنك الحظ، يعني كده كانت تبقى معقولة شوية. وزير الصحة في 7 مليون مواطن في بريطانيا على قوائم انتظار العمليات الجراحيه. بس عايز اقول لك ان قوائم الانتظار لو دخلت دلوقتي على موقع في انجلترا بتاع الان اتش اس هتلاقي ان عندهم اشكاليه كبيره جدا في 7.2 مليون مواطن انجليزي مستني دوره في اجراء عمليات جراحيه. فهي هي يعني قضيه عامه بالذات في قضايا التامين العام. لكن ارجع تاني لسؤالك. لا حول ولا قوه الا بالله. عايش في معاناه برضو المواطن البريطاني ده. شهاده لله يعني حق يتقال. المريض المصري ما بيتحطش على قوائم انتظار ولا بيتذل لحد ابدا. لو معاه فلوس يتعالج، ما معهوش ما يلزموش، يروح يموت بكرامته بعيد عننا. يا اخي انت بتنظر على مين بس؟ ده انت منظومتك الصحيه مكسحه وحالتها بالبلد. على الاقل يعني هناك النظام التاميني بيغطي الكل، المواطن والمقيم، يعني جايز فيه قائمه انتظار طويله، بس ده مش بالنسبه للحالات الطارئه والحرجه. مفيش مريض هناك بيموت عشان ما معهوش ثمن العمليه، ومفيش حد بيبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يتعالج. فيا اخويا لما تبقى حتى زي بريطانيا ابقى اتكلم. غير كده حط خيبتك على خيبه اللي مشغلك ونقطونا بسكوتكم. مساعد وزير البترول، احنا اقل دولة في اسعار الوقود في الدول المحيطة، الاقل في محيط العالم العربي بشكل او باخر. احنا تقريبا احنا اقل دولة في الجزء المحيط بينا. لو حضرتك الاسعار في الاردن متخطية 30 والسودان والدول الخليج كلها، احنا اقل دولة بنبيع فيش دولة بتبيع ب 10 جنيه او ب 13 جنيه بنزين. كل حضرتك 13 ونص يعني حضرتك الدولار يعني تقريبا الاسعار الديزل او البنزين بتوصل حوالي دولار و2.20 سنت. يا راجل قول كلام غير ده. لا بجد قول كلام غير ده، عشان احنا حافظنا البقين دول صم، واول ما الاسعار بتزيد بنبقى عارفين ومتاكدين اننا هنسمعهم. فمش كده يعني، شوفوا لنا اشتغاله جديده عشان الموضوع ده بقى عامل زي النكته البايخه يعني وزهقنا من الرد عليه. بس ما دام انتوا عالم بارده نقول لكم كمان بجمله الزهق يعني، الموضوع ملوش دعوه باقل واعلى، الفكره في مستوى الدخل والقيمه الشرائيه للعمله. فلما يبقى مستوى الدخل عندك زي الدول المحيطه يبقى اطلع قول الاسعار عندنا اقل، لكن لما يكون الحد الادنى عندك مضروب بالجزمه والعمله شرحه يبقى ملوش لازمة تتنطط علينا. رئيس شعبة الأدوية، أدوية الغدة متوفرة والمصري ب 40 جنيه والمستورد ب 80. مريض لن ينتظر. أدوية الغدة موجودة حضرتك مش ناقصة. في لا في البعض غير موجود وأنا بتجربة شخصية حقيقي. يعني في حاجات غير موجودة. عشان نبقى محددين القصة زي ما حضرتك قلتي في آخر مقطع ليكي إنه ليه الأطباء ما يكتبوش الاسم العلمي؟ فأنت هنا الأدوية الغدة المصرية موجودة سعر العيادة ب 40 جنيه وسعر المستورد 80 جنيه. طب يعني هل الدكتور بيكتب اسم دواء معين دعما لشركة معينة؟ إحنا بنتبلى عليكم. أصلنا شعب مفتري. الأدوية متروسة قدامنا في الصيدليات، إشي محلي وإشي مستورد وإحنا اللي بننكر وجودها. أنتوا عايزين تجننونا يعني؟ يا حبيبي أدوية الغدة ناقصة بقالها شهور، والدواء المستورد مش موجود نهائياً، فص ملح وداب، والأدوية المحلية اللي المفروض عندنا منها 3 بدايل، مش موجود منها غير صنف واحد بس وكمان شاحح على الآخر والناس بتلاقيه بيطلعوا الروح، ده غير إن الغالبية العظمى ما بيرتاحوش عليه، والناس بيلجأوا للدواء المتهرب من دول الخليج واللي سعره عالي جداً وفوق إمكانيات الناس. خصوصا ان ادويه الغده بتتاخد بصفه مستمر، فلو عندك كلمه عدله قولها، ما عندكش اسكت وسيب الناس في الهام اللي هم فيه. النائب فخري الفقي، صندوق النقد ما عندوش ملاحظات، المراجعه خلصت والموافقه تمت. ملاحظات على وثيقه ملكيه الدوله وترا ما فيش حاجه يا فندم. ملاحظات ايه؟ ما فيش. ده ملاحظات على ايه؟ اكيد في مطالب او في مراجعات بتحصل يا فندم. المراجعه تمت على مستوى الخبراء وتم الموافقه على مستوى الخبراء لما كانوا هنا وبيوصل. واللي عنده معزه يربطها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحنا شويه ولا ايه؟ احنا بس نقول يا قرض والصندوق يجي لحد عندنا راجع، هو يطول يسلفنا؟ ده احنا لقطه. على اي حال اسات النايب، فالصندوق لسه ما وافقش، بس مش عاوزك تقلق مسيره يوافق، خصوصا ان الحكومه هتنفذ شروطه واللي منها رفع الدعم عن المحروقات. يكش تتحرق انت ولا مشغلك، وعشان كده البنزين زاد الخميس اللي فات. كده يبقى فاضل تحرير سعر الصرف تاني وشويه شروط يعني كلها تعتبر تدخل سافر في شؤون مصر اللي هي شؤون الرئيس ومحاسيبه، يعني زي ان الصندوق عاوز يعرف بالتفصيل الإنفاق الضريبي وعقود المشتريات العامة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وأشياء من هذا القبيل، وهي دي اللي واقفة للشريحة التالتة زي اللقمة في الزور، لأنها زي ما قلنا تمس الرئيس ومحاسيبه، إنما اللي يخرب بيت الشعب فده بيتنفس بجرة قلم عادي جدا. فقشة الديهي أشرف عمر أفكاره فيها إهانة لرموز الدولة وده مرفوض
حتى في الدول الغربيه. انا ما اقدرش الحقيقه اجيب لكم الصور والرومات اللي عملها مؤشرف عمر رسام كاريكاتير بقول له انت فنان، لكن افكارك اعتقد فيها اهانه لرموز الدوله. مش هتكلم اكتر من كده، بقول حتى في الدول الغربيه انه هذه الرسومات او هذه الافكار مش حريه، لا تندرج تحت حريه الفكر وحريه التعبير. بقول حريه التعبير وحريه الفكر. يوم الاثنين اللي فات قوات الامن اقتحمت بيت رسام الكاريكاتير اشرف عمر وقبضت عليه بعد ما قلبوا الشقه وسرقوا منها مبلغ محترم، وخدوا اشرف وهم مغمين عينيه لمكان مجهول عشان يقعد في المكان ده لمده 48 ساعه من غير ما حد من اهله او المحامي بتاعه يقدروا يتواصلوا معاه ولا يعرفوا هو فين اصلا. وبعدها يظهر اشرف في النيابه وتتوجه له لسته الاتهامات المعلبه اياها، الانضمام لجماعه محظوره ونشر اخبار كاذبه. رسومات عمر بتسخر من الواقع المنيل ب 60 نيله اللي احنا عايشين فيه. فهل للدرجه دي الدوله مرعوبه من كام كاريكاتير منشورين في موقع صحفي ولا على السوشيال ميديا؟ ثم يعني ايه اهانه رموز الدوله اللي بيقول عليها الطبلة الناطقة نشأة الدين؟ ايه قدسية السيسي عشان نقبض على واحد رسم كاريكاتير عنه؟ ومين ان شاء الله اللي قالك ان ده مش مقبول في الدول الغربية؟ لا يا حبيبي، هم هناك ما بيعبدوش العجل زي ما انت بتعبده. يا اخي سيبوا للناس اي خرم ابرة يتنفسوا منه. الكابت ده مع الوضع المزري اللي البلد فيه اخرته سود على دماغك والله. حشوى النوفي لما المانيا تخفف الاحمال لازم اتامل المشهد ده. 35 سنه على عدم انقطاع الكهرباء في المانيا ولا ثانيه واحده على مدار ال 35 سنه، لا في بيت ولا في شارع ولا في مستشفى او في مصنع. بلد بينتج الكهرباء ويكفيها وتصدرها، فلما تيجي المانيا وتخفف احمال الكهرباء في 2022 و2023 علشان التوفير في الطاقه، يبقى لازم اتامل المشهد ده واحلله واعرف هو ايه اللي بيحصل. وده حصل برضو مع تامل يا شاب، محدش واخد منها حاجه، وما الدنيا الا مسرح كبير يعني. بس يا ريت لما تتأملي حاجة حصلت، لكن ما تبنيش تأملاتك الفكرية دي على الهجايص، عشان ده مش كويس أبدا على صحتك النفسية. هتبدأي تهلوسي كده، تهيالك حاجات ما بتحصلش، يرجع يحصل لك لطف ولا حاجة. والدولة محتاجة الطاقات التعارضية اللي زي دي. ألمانيا لا خففت أحمال ولا قطعت الكهرباء على الناس بالساعات ولا عملت لهم جدول تخفيف ما يخرش المية، غاية ما هنالك إن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ونقص إمدادات الغاز، الدولة طلبت من المواطنين بشكل ودي بالحب ترشيد الاستهلاك، وبدأت بنفسها وخفضت إضاءة المباني العامة. واخد بالك يا اللي الكهارب اللي على مشروعات الرئيس بتاعت منورة ولا فرح العمدة؟ محمد صبحي قال أبحاث أثبتت أن الأرض مش كروية. موضوع القطب الجنوبي ده مش عايز أتكلم عنه لأنه عايز حلقات، وعلى فكرة الأبحاث أثبتت أن الأرض مش كروية. تصور بقى إحنا قعدنا نعمل إيه؟ بيقول لك أن في مساحات مهولة مش نهاية الأرض القطبين الشمالي والجنوبي، لا ده في أراضي أنت ما تعرفهاش ولا توصل لها. بس سيبك من دي لأن فيها حاجات، بس محدش يرص له تاني. هو كده بقى تمام، دي ابحاث امك، دي مزيك ابحاث ايه بس اللي اثبتت ان الارض مسطحه؟ انت بتتعاطى بلح. محمد صبحي واحد من اللي نظريات المؤامره كالت دماغهم وحولتهم لمسوخ فكريه مشوهه. مشكلته بقى انه فاكر نفسه مثقف وهارش الليله، وهو على الله حكايته والله خالص. يقعد يكلمك عن خرافات بروتوكولات صهيون والمليار الذهبي وتغير المناخ وكانها حقائق مطلقه، وزي احنا جاهله ومش عارفين اللي بيدور ورا الستائر المغلقه، في حين هو بقى يعني مكشوف عنه اللحاف وكاشف الاسرار الخفيه دي لوحده. يلا ربنا يهدي أو يخفي. السيسي يصدق على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، أو وثيقة تأمين الطلاق. هذه الوثيقة التي صادق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبرها المجلس القومي للمرأة بمثابة إنجاز كبير جدا 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 للمرأة المصرية. مش قال لكم أنا ما عنديش حاجة ببلاش؟ عاوز تتجوز ادفع، هتطلق برضو هتدفع. أهو وثيقة مخاطر الطلاق دي واحدة من افتكاسات سيادة الرئيس، والغرض الأساسي منها إنه يلم فلوس من جيب الشعب. لكن هو وكدابين الزفة بيقولوا إنها معمولة لحماية حقوق المرأة، وعشان لما تتطلق يبقى عندها مورد تصرف منه لحد ما المحكمة تحكم لها بالنفقة أو كده. طب هنقدر البلاء قبل وقوعه ليه يعني؟ وليه بقى عقد الجواز مشروط بالوثيقة دي؟ ما أنا ما قلتلكوش إن الوثيقة دي إجبارية، يعني من غيرها يبقى جواز عتريس من فؤادة بطل، والزوج ملزم يدفع مبلغ شهري كقسط للتأمين ده وما يقلش عن 100 لحلوح في الشهر. ورغم إن الوثيقة هتكون ب 25,000 جنيه، فمحدش قال لنا يعني الزوج هيدفع طول مدة الجواز ولا أول ما يوصل للمستهدف هيتعتق لوجه الله؟ ولا برضه حد قال لنا مصير مبلغ الوثيقة ايه لو الزوجة لا قدر الله توفت، او لو الطلاق ما حصلش لحد ما الاتنين ماتوا؟ كل ده ملوش اجابة. بس السؤال الاهم، ليه نلف لفة طويلة ملهاش لازمة في حين انك ممكن تعمل قوانين تضمن حق المطلقة وتسرع وتيرة الاحكام القضائية؟ وده اجابته مفهومة، لان زي ما قلنا الهدف هو السبوبة لا اكثر ولا اقل. النائب محمود القط
السيسي كان يعلم أننا نتوجه لحروب الجيل السادس. سبب السحابية أحد مهامه الرئيسية هي أن احنا يكون عندنا قواعد البيانات بتاعتنا ويكون عندنا المكان التخزين بتاعنا وزي ما شفنا المؤمن والعظمة بتاعه. احنا على مدار 10 سنوات احنا بنشتغل على نفسنا علشان لا نتعرض أو نقلل مخاطر. ده اسمه ريسك أسسمنت والريسك مانجمنت بتاعه هو تقليل المخاطر اللي ممكن تواجهنا في هذا الأمر. ليه؟ لأن الرئيس كان يعلم جيدا أننا ندخل على مراحل حروب الجيل السادس. حروب الجيل السادس هذه بقى التعريصة اللي كنت متوقعة من أول ما حصل موضوع العطل التقني اللي وقف العالم كله على رجل. التعريصة اللي غزت برامج التوك شو والسوشال ميديا وفضلوا يتفوها في بق بعض ويتعاملوا معاها كأنها حقيقة مطلقة، وإزاي البطل المغوار كان عامل حسابه وتصدى لكل العقبات وعشان كده عمل لنا البتاع العجيب ده اللي اسمه الحوكمة السحابية. مصر اللي السيستم بيقع فيها كل ساعتين، ويوم القبض مكان الـ ATM بيحصل له شلل رباعي والناس بتبقى واقفة قدامه طوابير. مصر اللي ما فيهاش بربع جنيه تكنولوجيا بتنظر على العالم وبتطلع له لسانها وتقول له حصل عندكم عطل واحنا لا. يعني هل ده ما لفتش انتباه سيادتك وباقي الطاقم انك كده بره العالم اصلا؟ مصطفى بكري، السيسي هيعمل تقييم للحكومه بعد 6 شهور. ده ولا يبقى شايف انحراف وساكت؟ ما ينفعش محافظ يقفل على نفسه المكتب. لا، هي 6 شهور والرئيس قال لهم كده، انا هقيمكم بعد 6 شهور، مش هستنى سنه ولا 2 ولا 3، لا هنقيم بعد 6 شهور. والسيد رئيس الوزراء قال الكلام ده، التقييم هيبقى بشكل دوري ومستمر وهيتقدم لمجلس النواب. دي فتره اختبار يعني؟ ماشي بك، خليه يقيم. كل وزير بعد 6 شهور ياخد كراسته ويطلع على قطر الرئاسه ويسلم الكراسه للرئيس وهو يقيم بقى بمعرفته. بس يعني هيقيم ايه اذا كانت الكلمه كلمته والصوره صورته وهما شويه خيالات مقات بيكملوا له ديكور الدوله بس مش اكتر؟ يا حبيبي الكلام ده في الدول اللي الحكومه فيها فاعل مش مفعول به، وبرضه الرئيس ملوش دعوه بتقييم اداء الحكومه. دول عندهم مراكز استطلاع راي من اللي بصحيح مش زي عندنا، والمراكز دي بتسال الشعب لان الشعب هو اللي يقدر يقيم اداء الحكومه، وقبل منها بيقيموا اداء الرئيس ذات نفسه لانه زيه زي الحكومه يا بكري، موظف، مجرد موظف مش اله منزه عن كل خطيئه. الحوار الوطني يرفع توصيات للسيسي بشأن الحبس الاحتياطي. الحوار الوطني يرفع توصيات للرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي. مجلس أمناء الحوار الوطني قرر أنه سيتم في الجلسات القادمة مناقشة الموضوعات التالية: أول حاجة مدة الحبس الاحتياطي، ثاني حاجة بدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. سلامات حوار، أنت لسه عايش؟ يحيي العظام وهي رميم. أظن دي حلاوة روح كده وترجع تسقط في الغيبوبة تاني. بس كويس إنكم رفعتوا التوصيات دي، أصل السيسي بيحب قوي يرمي كلامكم في الزبالة، ما يغمضلوش عين إلا لما يحس إنه سيد قراره، وإنكم شوية مقاطيع وأراجوزات بيعمل بيهم مسرحيات عبيطة محدش يعرف عنها حاجة. يعني أنتوا بتمثلوا على نفسكم إلا ما حتى في جمهور يتفرج عليكم. المخرج عادل عوض: حنان تركي خربت بيوت ناس كتير، وكنت عاوزها تبقى أيقونة زي سعاد حسني. صنع، احنا قاعدين بنصنع أيقونة الوطن، أيقونة، يبقى عندنا زي حاجة زي سعاد حسني، واحد زي كده، بنصنعهم، احنا بنصنع النجم، أنا بعمل يعني زي تاتش في تمثال، ودي بتعملي تاتش في تمثال، والمعد هنا والمصور هنا، كلنا بنشتغل من أجل إن احنا نصنع نجم، فيجي النجم في لحظة يقول مش عايز، ضيع مش عايز يعني. كل عارفة كام عامل مش هياكل؟ عارفة كام ماشينيست كاميرا ليه كده حنان بس؟ ليه ما فضلتيش جارية من جواري الفن؟ كده تزعلي الأستاذ اللي محدش يعرفه ده وتخربي بيته وبيوت المئات اللي صنعوكي وعملوا منك نجمة؟ لا، كان لازم تفضلي تحت رحمتهم عشان يتاجروا بيكي زي ما كانوا بيتاجروا بسعاد حسني وغيره. كان لازم تفضلي في محراب الفن المقدس وما تخرجيش منه أبدا، وإحنا اللي نطردك منه بمزاجنا، لا ونقتلك كمان لو لازم الأمر. بنت مين في مصر أنت عشان يبقى لك إرادة حر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. نقيب الفلاحين: مش هينفع نوقف تصدير البطاطس، انتوا عاوزين كل حاجه رخيصه ولا ايه؟ فكره التصدير دي برضه الحته دي النقطه دي كويسه جدا، يعني لازم الناس اللي بتسمعونا لازم يفهموا ان احنا لازم نحافظ على هامش ربح للمزارع، والسلحفاه تبقى بسعر كويس للمستهلك، ونحافظ كمان على ميزانيه الدوله. فالمثلث ده لازم نراعيه. يعني انت عايز كل حاجه رخيصه؟ طب انت النهارده لو الحكومه مثلا على سبيل المثال استوردت منتج معين وغرقت السوق ورخص، الفلاح مش هيزرعه، بس انا جاي تبقى عندك ازمه فيه. تقول ايه بس؟ فرغت عين، معلش حقك علينا. ولو ان الطبيعي يعني ان الناس تبقى عاوزه اسعار السلع الغذائيه تكون معقوله، ده احنا بنتكلم عن بطاطس ما هياش لحمه ولا فراخ يعني عشان تتني وتتفرد قوي علينا وتقول لنا عاوزين كل حاجه رخيصه. هي فين كل حاجه الرخيصه دي؟ ما كل حاجه غاليه وغاليه قوي كمان. عاوز الناس تاكل ايه؟ طب ما هو غالي هو كمان. مصطفى بكري: الله يكون في عون الرئيس، يتحمل ما لا تتحمله الجبال. ممكن تتم ولا 50 سنة والرئيس بيعمل كل اللي يقدر عليه، وكان الله في عونه، متحمل ما تنوء عن حمله الجبال، لكن المسؤولين لازم يشيلوا عنه شوية، بلاش تفكروا في جيوب الناس، لأن الجيوب ما عادش فيها حاجة، يا ريت نشوف حلو. جبلة يعني؟ طب ما أنا قلت لك يا بكري، خليه يفارقنا، يعني إيه اللي مقعده معانا؟ هو أنت كل أسبوع هتعمل لنا المناحة دي؟ صارحني بس، صارحني، فضفض معايا كده، سرك في بير، محدش بيتفرج عليا خالص. هو مزود العيار ومطلع زهقه فيك؟ ما هو يا مزود العيار يا مفيش عيار اليومين دول وانت خدت عليه وبقى مزاج عندك، عشان كده نازل ندب
للمرة المليون يا بكري، احنا مستغنين عن خدماته، مش احنا مشايلينه الهم. خلاص، يبقى كما قالت الأستاذة لميس الحديدي، تقيل عليك الشيلة ما تشيلش. فشوى النوفي، تفويض المصريين للسيسي كان رسالة للعالم، مش هتقدروا تكسروا مصر. مسلم ومسيحي، ودقت أجراس الكنائس مع أذان المغرب تقول الدين لله ومصر للمصريين، ونفطر كلنا بلقمة وشوية مية تتوزع على الناس في الشارع، وإحنا رافعين صورة وزير الدفاع المصري، وإحنا بنقول تحيا مصر. وياخد التفويض اللي كان رسالة للعالم تقول مش هتقدروا تكسروا مصر ولا بتفكريهم ليه؟ دول ما صدقوا نسيوا. المصريين اللي فوضوا السيسي حاليا بيضربوا نفسهم بالجزمة القديمة حضرتك. رسالة للعالم إيه بس؟ هو بعيدا عن اننا مش في دماغ حد، ولا العالم يعني شاغل باله بينا ولا بالسيسي بتاعك اصلا، فالعالم اللي اتبعتت له الرساله مدايننا حضرتك. السيسي شحت من طوب الارض وما خلاش دوله من دول العالم الا ولها في ذمتنا فلوس، فالعالم كسر عين مصر ورجلها واللي اتشدد لها كمان. مصر بقت فتافيه تناشف، والامارات والسعوديه خدوا التقايل اللي فيها. سمير فرج، اسرائيل كانت بتعمل قناه بن غوريون عشان تضرب قناه السويس. قناه السويس لما جت تتعمل فجاه يا جماعه ياهم بقى السيسي بيعمل ترعه. فاكر الترعه دي بدل ما تجيب 5 مليون جابت لك كام؟ 5 مليار جابت 10 ب 10 النهارده الاكثر من كده اللي محدش واخد باله. اسرائيل كانت بتعمل قناه بن غوريون من ايلات البحر المتوسط عشان تضرب قناه السويس، لكن لما انت عمقت قناه السويس وعملت لها رايح جاي انتهى، اتدفنت، ضربت كل المشروع. يا سلام، شوف ازاي يا اخي، يعني قناه السويس الجديده اللي هي التفريعه كانت حيلة من مصر عشان إسرائيل ما تعملش قناة بن غوريون؟ قال له. طب الرئيس خب علينا الأخبار الحلوة دي ليه وقال لنا أنه كان بيرفع الروح المعنوية بس؟ حلو الفيلم ده وجديد، بس إيه المانع برضو أن إسرائيل تعمل القناة؟ هو التفريعة قفلت عليهم السكة مثلا؟ ما الدنيا واسعة. مشروع قناة بن غوريون ده قديم وإسرائيل لعبت بيه كتير، لكن لحد اللحظة دي ما نفذوش ولا بدأوا فيه ووقفوه زي ما أنت بتدعي، لأن تكاليفه عالية من جهة، ومن جهة تانية التجارة العالمية في النازل وهي مش معتوها زي السيسي عشان ترمي فلوسها في الأرض. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. مساء الفل هندسة، كان عندي بس لحظة في الدريكسيون صغيرة كده عايزك تشوفها لي. دريكسيون؟ اسمها دريكسيون؟ تعليم ألماني ولا إيه؟ ألماني؟ وأنت تعليم إيه بقى إن شاء الله؟ أنا وبيلا فخر، بقفل فرنسية ثانوية عامة، دفعة 2011. وعملتها إزاي دي بقى يا شطور؟ ماشي يعني بيير، هو في حد كان بيفهمني زيه؟ باراباند في الفرنسية. وأنت فاضي يا هندسة؟ فرانسوا؟ وي ميسيي. فندلي بتاعك. داكو. كلمة في سرك؟ نابليون. ماله؟ كنت طالب عنك. حصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العرباش التوبين اللي بلدي للبيع. ساسوفي. كاسوسي لابوسي. بونسوار. حضر لي العربية. داكور. معانا هتتعلم، هتتفوق، هتقفل الفرنسي. للحجز والاستعلام تواصل معانا على صفحة ميسيو هاني بير الرسمية على فيسبوك. ميرسي بكو. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة عشان يوصلكوا إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.